انا فرقت الكروت واخذت نظرة يعني عن القراءة، وفيما يخص طاقتك طلعت عندي انه طاقة روحانية من اول شيء، يعني كأنه في عندكم علاقة روحية، بتحب الله وكمان بتدعو الله. اها، لشي كنتوا بتتمنوه بس الشي هذا ما صار. لكني بشوف انه طاقتكم عالية وفي طاقة روحية كبيرة. منيح، واضح عندي يا برج الحوت انه انت والحبيب بتحبوا بعض كثير، يعني في بيناتكم حب كبير، فانتو مبين عندي ما عندكمش مشكلة حقيقية جوات علاقتكم، لكن انا بشوف انه المشكلة جاية من برا العلاقة، كأنه الحبيب ما عندوش فلوس كافية، يعني كأنه في مشكلة مادية بينكم حسب ما ظاهر عندي، انه في نقص في الماديات في الفلوس، والموضوع هذا شاغلك كتير. وكذلك انا شايفاك عاطي ظهرك للموضوع وماشي للامام، فممكن تكون انت مسافر او سافرت وتركت الحبيب عشان الشغل، لانه طالع لك ورقة بتقول انك لازم تضل ايجابي، فكأنك انت مشيت وتركت هاي الشغلات وراك. يمكن انت سافرت او رحت او تركت مشان شغلة صارت، او في عندك دراسة او شغل، او بدك تتأكد من موضوع. كذلك الحبيب عندي حاسس كأنه انت تركته او تخليت عليه ومشيت، لانه واضح عندي انه الحبيب وحشه، انت وحش الحبيب. وكذلك مبين عندي انه انتو الاثنين بتحبوا بعضكم، واضح عندي هالشي، مبين انه الحبيب بيحبك كتير، حامل السيف مستعد يحارب. بصراحة كمان الحبيب واقف مكانه وهو مهتم بإنجازاته حقيقة، ومستنيك، يعني هو منتظرك وشايفك، هو كيشوفك أنك أنت إنسان طيب يا برج الحوت، وعاطفي جدا، ودي حقيقة. برج الحوت برج بغض النظر أحيانا بيبين، يعني كأنه أحيانا صوته بيعلى، أحيانا بيتعصب، بس هو إنسان رقيق من جواته، إنسان عاطفي، بيحب الورد، بيحب الطبيعة، بيحب السفريات، هذه شغلة يعني واضحة. كذلك الشخص هذا يعني برج الحوت حقاني، وبيعمل خير، لأنه أنا في كثير ناس برج الحوت بتعامل معهم وأطباعهم حلوة يعني بصراحة، وبتحب تساعد الناس واللي حواليك، وهو شايفك إنسان حلو، فممكن تكون يا برج الحوت كأنك مسافر للدراسة، إنه الحبيب شايفك كده كأنه أنت مسافر لدراسة أو عقد عمل، كأنك بتكون مستقبلك، وشايفك كمان كذلك صغير في السن بالمقارنة مع تصرفاتك أو الإنجاز اللي أنت بتعمله أو حتى الدراسة. كذلك عندي الحبيب طلعاله ورقة إنه في عائق واقف بينكم، ممكن يكون هذا العائق فلوس، أو اهتمامك أنت بإنجازاتك، أو أنت مشغول بحياتك الشخصية، وممكن كذلك الحبيب يكون مرتبط، يعني ممكن أو متزوج أو حاجة من هذا الشيء.
كذلك كان مبين عندي انه الحبيب حاسس ان الطريق اللي هو اختاره ومشي فيه ما كانش صح، وبدأ يحس انه كان غلطان. هو بيحاول حاليا يبعد عن الناس السلبيين، وبيحاول كذلك يبعد عن الأفكار السلبية. فالموضوع مبين واضح هون، بالرغم من أنه الحبيب هذا، حبيب هذا مؤمن فيك، يعني هو مؤمن بيك جدا، ولكن هو شايفك بغض النظر عن تصرفاته أو عن هو شو عمل، هو شايف أنك مشيت للأمام وإنسان مهتم بحياتك بنجاحاتك. ولسه طالع من حاجة، يعني هو شايف انه انت لسه طالع من حاجة ولسه مش مستعد. خليني اشوف لك اسحب كارت تاني. شو هذا؟ طلع لك كارت الصالح، الرجل الصالح. فالحبيب شايف انه انت محتاج تكتشف شغلات جواتك، يعني في عندك قدرات حقيقية تقدر من خلالها تعمل شغلات كبيرة. كذلك هون عندك يا برج الحوت انه انت بتحب الشخص هذا، يعني واضح عندي انه انت بتحب الشخص هذا، وكذلك لانه طلع لك الكارت اللي بيقول لك ما ينفعش الشمس والقمر يستخبوا والحقيقة. فانت محتاج تقول للانسان ده الحقيقة، انك فعلا بتحبه وبتعزه قوي، او حتى انك تلمح له بالموضوع. كذلك انا شايفة هنا انه في مرأة او في حدا هون كتير حزين، لانه في شخص او حبيبة او هيك شخص بتعزه وهي حزينة كتير عليه. هالشخص مشي، يعني كيف بيقولوا، لا وما تطلع وراه، والشخص كتير بتحبوه راح، كان في مشاكل وهالشخص ترك فراغ كبير جواتهم وفي حزن، وكذلك في دعاء مشان يرجع الإنسان هذا. كذلك طالع لك يا برج الحوت ورقة بتقول لك ركز على أحلامك وخلي قدراتك وإنجازاتك تبدأ من الحين، يعني من دلوقتي. عشان كده طلعت لك قبل، في عندي ورقة كأنها بتقول لك خليك إيجابي. كأني شايفة إنه المشاكل المادية هي اللي مأثرة على حياتك العاطفية، فخليك إيجابي، فكر في الشغلات اللي حتعملها اليوم وبكرة، وما تفكرش في إيه اللي حصل وإيه اللي راح يصير، لأن تركيزك هو اللي حيخليك تحقق أحلامك. لهيك فكر في اللحظة، اللحظة بلحظتها. خليني أشوف لك الشغلة هذه، حطيت لك روت. في خلافات. فالورقة بتقول لك انت محتاج تثق في العلاقة هذه اكثر من كده. فالشخص هذا حاسس انك مش مؤمن في العلاقة دي، وانت كأنك عايز الحاجة هذه في الوقت هذا،
ما بدك تستنى شوية، ممكن لحتى يزبط أحواله، لحتى يشوف شو راح يعمل في علاقة، ممكن تكونوا في علاقة ولاتية، شو راح يعمل هيك. كذلك أنت شايف الشخص ده سولميت وعايز ترجع له وعايز تكون معاه. يمكن أنت شايف إن الشخص ده مرتبط أو متجوز، لأنه هو طالع له كارت ريجست فاكتور. فممكن يكون لبعضكم في علاقة ثلاثية، أو ممكن يكون الإنسان هذا ما عندوش إمكانيات يعمل علاقة أخرى إذا كان مرتبط. فأنت يا برج الحوت شايف إنه الشخص هذا متغير أو بيتغير، يعني كأنه بيكون عنده حماس وشوية بيختفي. لكن حب أقول لك إنه حسب ما الوراق طالع لي إنه الإنسان هذا غير هيك، فهو اعتقاده فيك أنت قوي، وهو شايف إنه أنت تركت ومشيت، لأن الشخص هذا مؤمن بيك، مؤمن بيك كتير، وبالحب اللي بينك وبينه، وعنده اعتقاد قوي جدا. هو شايف إنه الطريقة اللي كان كيستعملها قبل كده ما كانتش صح، وحقيقة هو ناوي يغير الطريقة لطريقة جديدة تتناسب معكم انتو الاثنين، ايا كانت العلاقة. فهو شايفك تقريبا انسان طموح، وعايز تحقق نجاحات كثيرة في حياتك، وانت عايز، شايفك انك عايز تكون حياتك مستقرة ماديا، يعني احسن من الوضع اللي انت فيه، احسن من كده. فهو يعني رايد يفهمك ويفهم وجهة نظرك، لانه هو مؤمن بيك انه انت شخص رائع. هو شايفك انسان رائع بصراحة للامانة. وخلال الفترة هذه يعني ماذا سيحصل؟ بنشوف، خلينا نشوف. خلال الفترة هذه فخلال الفترة هذه برج الحوت، إن شاء الله تعالى حيكون عندك توازن، وحيكون عندك نظرة أحسن للعلاقة هذه، فيها الحق والعدل والتوازن. حيكون عندك كأنك حتعرف الحقيقة خلال الفترة هذه، يعني بشكل مضبوط. كذلك هو الحبيب حيبقى يعني متوازن معك وصبور على العلاقة هذه، لأنه هو حقيقة مستنيك. كذلك أنا شايفاك يا برج الحوت حتلاحظ العلاقة اللي بينك وبين الشخص هذا، إنه الرابطة بيناتكم قوية جداً، سواء على الحلوة والمرة، يعني في جميع الحالات، يعني في بينك وبينه رابطة حتى الموت. فأنت شايفه سولميت، بالرغم من إنك حاسس إنه متغير عليك، كأنه بيقرب منك وبعدين بيبعد، أو حاجة يعني من هالشي، كأنك عايز تسافر له، أو كنت مسافر وانت عايز ترجع وتكلمه من جديد. فخليني اشوف الحبيب هذا شو يعمل. حب اقول لك انه الحبيب هذا ما رح يتنازل عنك ولا عن العلاقة. هو حيبقى يعمل تواصل روحي، وحيحارب للنهاية.
لأجل الرابطة اللي بينكم، بيني بينكم رابطة روحية قوية، وده شي واضح من أول الكروت، يعني من أول الكروت طلع لي الكرت هذا وراه الكرت هذا، يعني واضحة الحكاية. وفي أغلب الظن أن الرابطة اللي بينكم كأنها رابطة روح أكثر ما هي علاقة، لأن الشخص هذا واقف بيستناك، الشخص هذا كيستناك بروحه وانت مشيت. فواضح انه العلاقة اللي بينكم مش مسألة انفصال، فواضح عندي انه العلاقة اللي بينكم مش مسألة انفصال، دي علاقة روحية، فانتوا الاثنين بينكم رابطة روحية اكثر ما هي علاقة، يعني بين عندي روابط روحية قوية متينة اكثر ما هي مبينة انها علاقة. حتستمر العلاقة كعلاقة روحية، لكن الإنسان هذا حب لك أنه مو ناوي يتنازل عنك، لأنه مش عاوز يخسر الرابطة هذه، لأنه هو مؤمن فيك حقيقة، مؤمن أنه العلاقة هذه حتستمر، وأنه في طريقة تانية حتخليه يوصل يخلي العلاقة كاملة وناجحة. فهي العلاقة هي علاقة روحية أكثر ما هي علاقة، لأني أنا حقيقة مش شايفة العلاقة فعلا أكثر ما إني شايفة قدامي علاقة روح. واللي واضح عندي أنت يا برج الحوت اللي عندك بعض من الزعل، واضح أنه أنت زعلان يعني، ومش عارف تطلع من هذا التفكير السلبي، يعني لأنه في تفكير مزعلك ومخليك غضبان من جواتك يعني داخليا، ولكن أنا بشوف أنه أنت عندك طاقة داخلية عالية جدا، عشان كده الورق بيقول لك خليك إيجابي يا برج الحوت. احنا متعودين انه برج الحوت على طول بيخبي شغلات كثيرة جواته، وبيبين شغلات غير، وهو انسان حنون بصراحة ونشيط وبيحب الضحك وكذلك بيحب الوضوح. فالحبيب طالعت له ورقة if you believe، فعشان كده أنا بقول لك دي علاقة روح أكثر من إنها علاقة، وإنتوا الاثنين عندكم أمل إنه العلاقة هذه ممكن تستمر وتنمو وترجع مرة أخرى. علشان كده أنا بقول لك خليك إيجابي عشان ما تيأسش. أما الشخص اللي أنت معه أو اللي أنت بتحبه، الشخص ده مش عنده يأس ولا ضرة يأس، لأنه مؤمن بيك وواقف وحيضل واقف مشانك، لأنه مش عايز يخسر الرابطة هذه ومش عايز يتنازل عنك. كذلك أنا شايفاك في وقت نجاحاتك وإنجازاتك، يعني طاقة عندك عالية، والكرت كذلك بيقول لك ركز على نجاحاتك حتى تتحقق أحلامك، وباين عندي إنك روحاني جدا وتتواصل روحيا مع الشخص هذا. انت كذلك شايف انه الشخص هذا متأخر عنك او مربوط في علاقة تانية او بيضحي بنفسه في مكان تاني، برد النظر انك شايفه انسان روحاني وطيب، وحقيقة هو فعلا انسان روحاني وطيب وانسان عنده روح عالية جدا. فممكن يا برج الحوت تكونوا انتوا ما شفتوش بعض من فترة طويلة، فإذا كان جوات راسك يعني بتسأل حالك الإنسان ده كيفكر فيا ولا لا،
أحب جاوبك قالك إن الإنسان دائما بفكر فيك كتير، هو حقيقة شايف إنه ما رح يتنازل عنك ولا عن الرابطة الروحية اللي بتربطكم. أنا مش عارفة شو حكاية الرابطة هذه، فبتمنى تخبروني في التعليقات شو هالرابطة هذه القوية اللي بيناتكم. فممكن يكون في روابط ما بين متزوجين وصار بيناتهم انفصال، وممكن يكون مش بيناتهم علاقة بالضبط يعني بشكل رسمي، ولكن الشخص هذا اللي هو ما عنده رغبة يوقف التفكير فيك أو حتى إنه يتنازل عنك، الشخص هذا متمسك فيك، يعني كيف بيقولوا في اللغة حتى آخر رمق. فخليني أشوف ماذا سيحصل في الفترة الجاية، خليني أشوف. الكارت حقيقة أنا ما بحب أعمل فيديوهات طويلة، بس خليني أتأكد. طالع عندي كذلك في رابطة روح وفي تواصل روحي عالي حيكون بينكم، يعني أنا بشوف إنه حقيقة أنتو في بينكم رابطة قوية جدا. أنا ما بعرف شو هي هالرابطة، ف يعني هي مش مبين كأن علاقة صراحة، بس مبين في رابطة قوية موجودة. وراح أقول لكم الأبراج اللي ظاهرة عندي، يعني في طاقات في أبراج كتيرة، بس أنا حقول لكم الأبراج اللي ظاهرة. مبين عندي برج القوس وبرج الميزان، هدول مبينين عندي واضحين. في عندي طاقة هوائية، وانتو عارفين الأبراج الهوائية، طاقة مائية وترابية. بصراحة كل الطاقات موجودة هون، حتى الطاقة النارية موجودة هنا، الطاقة النارية كل الطاقة موجودة. طب خليني أشوف طبيعة العلاقة، هنسحب ورقة نشوف طبيعة هاي العلاقة، هذه علاقة روحية يعني 100%. شو طلع؟ طلع عندي العلاقة هذه علاقة روح، في تواصل بينكم. فالورقة هذه ورقة حلوة، يعني ممكن راح يصير في تواصل بينكم، أو ممكن تتواصلوا من خلال الإنترنت، أو تكونوا كنتوا بتتواصلوا كحد أقصى من خلال الإنترنت أو السوشيال ميديا. وفي حدا، في واحد عم بيراقب التاني، أنا ما بعرف، بس في واحد بيراقب التاني. في تواصل روحي بيناتكم، خلينا نسحب كارت للمستقبل، خليني أشوف. أنا أصلا صار عندي فضول، نفس الورقة، يلا شو راح نعمل؟ نفس الورقة طلعت، خليني أسحب لكم ورقة تانية. شو راح أقولكم؟ الورق اللي طلع لي إنه العلاقة هذه علاقة روحانية عالية بكل المقاييس. فالعلاقة هذه راح تمشي في اتجاه روحاني، والروابط اللي بيناتكم راح تصير أقوى. انا والله صار عندي فضول اعرف شو هاي هالروابط هذه، انا والله عندي فضول. ف ربنا معاكم يا برج الحوت، وما تنسوش تخبروني يعني ايه رابطة الروح هذه، لان كل الكروت طالع عندي في روابط روحانية قوية، يعني شنو الحكاية هذه؟ فباين عندي انتو في علاقة، لكن الروابط الروحية قوية بينكم، هي اللي غالبة على العلاقة.
اللي بينك انت والحبيب، فانتم متواصلين تواصل عالي روحيا، فربنا معكم يا برج الحوت. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.